دور بارز للقيادة الإنسانية بدولة الكويت يتجلى من خلال المنظمات الإنسانية والهيئات الخيرية التي بذلت جهدا كبيرا في حشد المساعدات من أجل إعادة إعمار العراق. المنظمات المانحة ستتضلع بالتنظيم بالتنفيذ والإشراف على برامجها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المحلية العراقية، مع إعطاء الأولوية للبرامج الإغاثية والإمائية في المناطق الأكثر تضررا. كونها قلعة دائمة للخير والعطاء ومنبع للعديد من المبادرات الخيرية ذات البعد الإنساني، تبذل دولة الكويت جهودا كبيرة لتغطية احتياجات إعادة الإعمار في العراق. ونحن في دولة الكويت لا نعتبر هذا المؤتمر مجرد تجربة جديدة تكرس دولة الكويت الإقليمي والعربي والدولي، وتؤكد صدق مساعيها التنموية والإنسانية والحضارية، بل هو إلى جانب ذلك وبعرض أشكال التمويل وتوضيح طبيعة الضمانات غير المسبوقة والاختصاص من القيادات الإدارية والفنية في العراق وفي العديد من مؤسسات التنمية الدولية سيعود استثمار البرلمان العراقي. الضرار المباشرة وغير مباشرة تردي بالأوضاع الإنسانية والاقتصادية والخدمية. أدركت دولة الكويت حجم تداعياتها، فهبت المنظمات والهيئات الخيرية الإنسانية يدا واحدة من أجل تقييم الاحتياجات وحشد الجهود العالمية وتعزيز الشراكة في مواجهة التحديات الإنسانية في العراق. وحفل المؤتمر بعدد من الجلسات والفعاليات التي تناولت أبعاد الوضع الإنساني في العراق وتجارب وخبرات عدد من المنظمات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في الميدان الإنساني وجهود الاستجابة الإنسانية المأمولة للحد من معاناة أكثر من 5 ملايين نازح عراقي. وقفة تاريخية لدولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا ستحسب لها على مدى الأجيال القادمة، وسط آمال واسعة بخفض معدلات الفقر والبطالة وتعزيز مجالات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية وضمان الحلول المستدامة للاجئين العراقيين داخليا وخارجيا.